أنا دانا زيدان، طالبة في الجامعة ومتطوعة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. حبيت أشارك في هذا المخيم الصيفي بتنظيم من الأمم المتحدة عشان أتعرف على فئات أخرى مهتمة بالعمل التطوعي في مجتمعي، من ناس جاي من محافظات مختلفة من جميع محافظات المملكة، من بيئات مختلفة وأديان مختلفة. أكيد بتكتسب خبرات عظيمة لما تشوف ناس من خلفيات مختلفة، بشجع على العيش المشترك والتسامح وقيم جميلة بتتعلمها في المخيم. تعلمت كثير عن العمل التطوعي في هذا المخيم من ناس بيشتغلوا في هذا المجال من نفس عمري، بيشتغلوا في مجالات عديدة في العمل التطوعي. تعلمت إنه العمل التطوعي مش لازم يكون إشي عظيم وكبير، هو إشي يومي مع بتقدر تستخدمه مع جيرانك وقرايبك وعيلتك. تعلمت نبذ العنصرية وعدم إطلاق الأحكام الجماعية على الأفراد، وأهم إشي التسامح والعيش المشترك مع جميع أطياف المجتمع. أكيد رح يضيف كثير لشخصيتي ولتجربتي في العمل التطوعي، رح يكسبني خبرة لقدام لأعرف كيف أتعامل مع الفئات المختلفة، كيف أعرف أتعامل مع الناس اللي جايين من خلفيات مختلفة وبيئات أخرى. رح يساعدني بعملي التطوعي لأعرف كيف أوصل للهدف اللي أنا بدي إياه.